أهلا وسهلا فيكم من جديد. بهاي الفقرة بدنا نفوت على أهم مؤسسة عند النظام بسوريا، لأنه بفضل هالمؤسسة صار ينذكر اسمنا بالمحافل الدولية وحققنا شهرة ما بتنافسنا عليها ولا دولة عربية ولا حتى أجنبية بطبيعة الحال، وصار عنا ملف واسم كبير بكل الهيئات والمنظمات حول العالم. يعني بفضل هالمؤسسة وصلت سوريا للعالمية واخدت المركز الأول بدون أي دعاية أو ترويج من النظام. بس يبدو أنه قنوات النظام بشقيها الحكومي والخاص حسوا أخيراً بأهمية هالإنجاز العالمي، فقرروا يفوتوا لدهاليزه الميتة ليدبوا فيها الحياة والفرح. بهدف الإصلاح والتأهيل أقيمت فعالية رسائل سوريا تحت رعاية اللواء محمد الشعار وزير الداخلية، وبالتعاون مع جمعية رعاية السجناء. جهود حكومية لإعادة التأهيل النفسي للسجناء ليكونوا أكثر فعالية في المجتمع. السجناء في سجن دمشق المركزي بعذراء يشاركون في ورشة عمل ثقافية وفنية داخل السجن. شفتوا الفرحة والبهجة؟ حتى المذيعة من الصدمة ما قدرت تقرأ الخبر، ارتبط لسانها من هول الحدث. سابقة مدهشة في إعلامنا الممانع، بس شو اللي خلى قنوات النظام تخرج عن صمتها وتدرك أهمية تسليط الضوء على الفعاليات الثقافية والأنشطة الفنية بالسجون؟ أكيد في حدث تاريخي عمل هالنقل النوعية، ولا شلون؟ بمناسبة انتصارات جيشنا العربي السوري في كافة محافظات سوريا، تم إقامة فعالية ثقافية تتضمن إلقاء العديد من القصائد الشعرية من تأليف النزيلان، وتم عرضها بصالة المكتبي الرئيسي ضمن السجن. وبنفس الوقت تم عرض الأعمال اليدوية التي قامت بها النزيلات خلال الفترة الماضية ضمن هذه الفعالية. فعلا إعلام النظام عم يعيش حقبة ذهبية، عم يرسم مدرسة جديدة بالإعلام. يعني مثل ما في المدرسة الأمريكية والمدرسة الفرنسية وغيرهم، النظام أضاف المدرسة الانتصارية، وهالمدرسة طبعاً لها مصطلحاتها وأسلوبها اللي بيميزها عن باقي المدارس. يعني حتى لو كانت المادة الإعلامية عن ولادة أنثى الثعلب، لازم تسمعوا المصطلحات مثل انتصارات واحتفالات وإعادة إعمار وتأهيل. جدنا فرص عمل هون، من أحد أهداف الجمعية إيجاد فرص عمل للنزلاء، فنحن أوجدنا فرص عمل للنزلاء، افتتح لهم دورات تدريبية لتعليم المهن، كنجارة، الحدادة، الميكانيك، الكترون، يعني وما شابه، إضافة إلى محو الأمية طبعاً هي شيء أساسي. طبعاً نحن بندفع لهم كجمعية عاد مساجد، بندفع مبالغ أو رواتب شهرية فينا نقول للمدرب والمتدرب. يعني بنهاية الدورة الطالب بياخد أجر والمدرب كمان بياخد أجر. طبعاً هذا من باب التشجيع للنزلاء ليثابروا على هذا العمل. أي مرشد السياحي الأكبر في مؤسسات السجون عم يحكي لنا عن الخدمات المميزة اللي بيحصلوا عليها النزلاء. وحياتكم قال النزلاء، قال 3 مرات، يعني كنوع من التشجيع على الالتحاق بهاي المؤسسة. في أحلى من هيك؟ إقامة مجانية ومفتوحة مع 3 وجبات يومياً وفقرات ترفيهية وثقافية وراتب شهري، عيشة العمرين. الغاية الأساسية والهدف الأساسي من هكذا فعالي هو تغيير الصورة التي يتم النظر إليها من خلال أن السجون هي مكان عقاب، وإعادة تأهيلها من مكان عقاب إلى إعادة تأهيل وأصلاح للنزيل قبل خروجه إلى المجتمع كي تندمج بالواقع حين خروجها من السجن. حبينا نشارك بهذه الفعالية حتى نوصل صوت المساجين. جوا هالمؤسسة العظيمة في ناس وظيفتها بس توصل صوت المساجين. هلأ أي حدا برا السجن ما بسترجي يفتح تمه، بيقدر يحكي كلمة ويوصل صوته؟ ما حدا بسترجي. هؤلاء السجناء الذين لم تستطع سنوات سجنهم أن تغيبهم عن الحياة، لقد آمنوا بالحياة ولذلك أبدعوا هذه الإبداعات التي نتابعها الآن كما تابعناها قبل قليل في سجن النساء. اليوم أكتشف أن الفضاء الذي نتوهم أنه يقيد الحرية كما يعني نظن، خارج هذا الفضاء نجده فضاء للإبداع، فضاء للفن، فضاء للجمال في الوقت نفسه. بعرفكم رائد فضاء سجن عذراء الدكتور نضال صالح، رئيس اتحاد الكتاب العرب بسوريا، عم يوجه دعوة لأي شخص عم يبحث عن فسحة للإبداع، فسحة للفن، فسحة للجمال، عليه التوجه فورا لأقرب مخفر، حيث للحرية فضاء أوسع تحت سقف الوطن الحبس. والله شكله سقف الحبس أعلى من سقف الوطن. المهم شيلونا هلأ من كلام الدكتور الشاعري، خلونا نسمع حكي أكثر واقعية. يعني بلكي هدول المسؤولين عم يعملوا دعاية كاذبة لا سمح الله،
سمعونا رئيس سجناء النزلاء عفوا. هذا الشيء بيساعدنا انه نحن نعبي وقتنا اول شيء، هذا الشيء بيخلينا انه نحن عم نعبي وقتنا نفكر بالشيء اللي نحن عملناه وليش نحن صرنا هون وكيف نحن رح نطلع لبرا. نحن رح نطلع لبرا انسان ناضج، انسان واعي، صحيح نحن غلطنا بس نحن غلطنا بحق انفسنا قبل حق مجتمعنا اكيد. ونحن هذا الشيء نحن مو بس واقف هون، يعني نحن ما عندنا شيء بس هون، بصير لنا بازارات برا، بصير لنا معارض برا، وشاركنا بمدينه المعارض، شاركنا ببازارات قبل هلا بداماروز عن طريق الشغل اليدوي من خرز ومنتوجات صوفية. هي الفعالية فعالية رسائل سورية، نحن شاركنا فيها، شاركنا بشعر، شاركنا برقصة، عملنا رقصة، والأشغال اليدوية بالإضافة لها، بنشتغل خرز، بنشتغل إيفا، بنشتغل سنارة صوف أو سنارتين، وعندك شغل المشغل اليدوي هي معمل الخياطة، مشغل خياطة صغير. لك يا جماعة الإعداد عم نقولكم سجينة سجينة مو ممثلة، لا تفضحونا، يعني كل الكش اللي فوق بيمشي، بس هي كيف بدي ارتية؟ لك عن جد شكلها نزيلة بأوتيل عدرا، يعني سجينة نزيلة بسجن عدرا، بتعرف شو يعني إيفا وأنا ما بعرف؟ شايفين الفوائد العلمية والثقافية اللي بيكتسبوها النزلاء بالسجن؟ طيب شو رأيكم نسمع رأي تاني من وحدة عن جد سجينة بسجن عدرا، ونشوف كيف كانت مشاركتها بالورشات والأنشطة الترفيهية بالسجن بس مو على أعلام النظام. كنت أخذي استثمار خرز أنا ونسو مري الحمون. عقيد السجن عدنان محمد سليمان كان ياخذ 1,000,000 ليرة بالشهر مني حق الاستثناء هذا، رغم انه جمعية حماية الأسرة بالسجن هي لازم تعطينا الاستثناء هذا مجاني، مثل يجي يبيع الأكواب للعالم بعد شهرين يلمها من كل العالم ويتلفها، يرجع يفتح لهم مجال ويرجع يبيعهم مرة ثانية. ما هي السجينة صار لها 7 سنين و8 سنين بالسجن، يعني بدها تشرب بكاسة، تحس حالها بني آدمة. هذا مثال حقيقي وأكثر واقعية عن النشاطات والاستثمارات الاقتصادية اللي كانت تصير بقلب السجن. بس معلش خلونا نرجع لأرض الأحلام مع رواية النظام. قمنا بأعمال فنية عبارة عن رسم وأعمال مجسمات، شاركت بحوالي 13 عمل رسم زائد عمل مجسم بيمثل مدينة دمشق القديمة، ولحنا كان إدارة السجن هي اللي عم تشجعنا وتنمي هالمواهب. هو غير كتعبئة وقت فراغ كاستفادة كمادة كمساعد أهلينا، يعني في هون مكتبة السجن وفي الرياضة وفي كل شيء، بس بيضل هون النسبة الكبيرة بياخدها منا من الوقت. بدل ما المواطن السوري يتعذب ويتغرب على الخليج، فيه يروح على سجن عدرا يشتغل وبيعيش أهله. فعلا السجن بيفجر مواهب جديدة عند المواطن السوري ما كان يتخيل بيوم من الأيام أنه ممكن يكتشفها أو يتقن برا هالفضاء الإبداعي. عطونا مثال تاني لسجين بيشتغل بمهنة مستحيل تخطر عبال حدا مهما أطلق لخياله العنان، بس كمان من مصدر بعيد عن أعلام النظام. فرن 215 كان في ناس تسجل الرقم على كل سجين بده يموت. فيوم من الأيام أنا وصلت لي هالمهمة إنه أنت عمر بدك ترقم الجساس. الاعتراض مو كتير إيجابي. آليات الترقيم ما كانوا واحدة، كان آليتين. أول شيء رقمنا نحن لتقريبا 8000 وكسور، 8500 وشوية كسور. بعدين تغير الترقيم كله لأنه السجان عرف أنه نحن صرنا نعرف كل شيء، يعني نعرف النظام كل شيء، نعرف كل نظام السجن والإدارة السجن كانت داخلية، لأنه السجان ما بيدخل على سجن أقل مرض فيه مرض السل. أول ما بلشت فأنا حس الأمر صعب كتير، فرقم كل شخص أعرف شو رقمت، كل شخص شو رقم، أحفظ الأرقام. ليش؟ حس الأمر كتير عظيم، يعني أنا صعب. بعد فترة صرت مرقم لي بدري قديش، يعني ما عاد عارف ما عاد بنعده كتار. شايفين التأهيل والإصلاح كيف بيكون؟ ترقيم جسس. وين في فرد بكل العالم ممكن يكتسب هيك خبرة؟ وحدة سجون النظام اللي بتعمل ورشات عمل بهالمجال. عودة للالا لاند مع أعلام النظام. الهدف إنه نحنا صحيح بسجن، بس أكيد نحنا ما هون ما بنتعامل كسجينات فعلا، يعني مثل ما موقع السجين، لا نحن الحمد لله نحن بنشارك بكثير فعاليات، بنطلع من جو السجن، بنغير نفسيتنا، يعني ما بنشعر للحظة انه نحن بسجن. ما بتشعر للحظة انك بسجن يا ستي. هالحكي صحيح 100%، وهي اول جملة صادقة بإعلام النظام عن السجون السورية، ونحن للتأكيد عن اكثر من شهادة تدعم هالحكي. وبلشت حفلة الاستقبال. انا بهي الاثناء مين عم يضربني ما بعرف، بشو عم انضرب ما بعرف. اجى على التفتيش بده يفتشوا، فتشي خلعي ملابسك، خلص ما فينك تناقشي، اوقع الغرفه مع 2 ضباط، خلعي ملابسك.
كان المقدم سليمان عم ياكل فستق حلبي قاعد ورا الطاولة قاعد ياكل فستق الحلبي بزق علينا. بسوريا الأسد المجزرة بتصير تحرير، الاحتلال بيصير انتصار، والعدوان الإسرائيلي بيصير تغطية على الانتصار، والحقيقة بتصير فبركة وتضليل إعلامي. النظام بهي التقارير عم يحاول محاولة فاشلة لتبرئة نفسه من جرائم كتير بشعة ارتكبها بحق الشعب، عم يحاول يروج لإنسانية وسوية السجون بسوريا من خلال مساجين معترين ومغلوب على أمرهم بيطالعون يحكوا هالكلمتين. يمكن نوع التعذيب الوحيد اللي تعرضوا له هدول السجناء هو إجبارهم على حضور هيك فعاليات وقراءة هيك كتب من إنتاج اتحاد الكتاب العرب، بس الأكيد الأكيد إنه هالمساجين ما دخلوا على السجن لأنهم قالوا يا حرية. طلعوا فاصل.